في داخل الدلتا والوادي، فعاهدت الحملة نفسها على أن تحارب الإرهاب بكل أشكاله وأن تدفع الاقتصاد المصري والأمن للأمام، وقامت بعدد من الفعاليات منها تنظيم الشوارع داخل مدن القاهرة، ومنها أيضا فعالية تشجيع السياحة في الهرم، وبدأنا نخاطب بعض الاتحادات الدولية وأيضا أفراد المجتمع المدني من أجل توصيل صوت الحملة كصوت معبر عن إرادة الشعب المصري، وطرح التنظيم الإخواني الإرهابي وتنظيمات الأخرى التي تمارس كل أشكال البشاعة الإرهابية داخل مصر. الدولة المصرية للجميع وفوق الجميع، الأعمال التي تقوم بها الحملة هي أعمال تطوعية غير ممولة من أي جهة وبجهود ذاتية، ولا تهدف إلى تحقيق الربح أو إلى المكاسب السياسية أو الشخصية. لا علاقة للحملة بأي وجهات نظر سياسية أو حزبية أو شخصية تصدر عن أعضائها. النقطة دي مهمة جدا. القرارات الصادرة عن احنا تواصلنا مع الجالية المصرية في فرنسا، والحقيقة الذين لا هدف لهم سوى الحفاظ على هذا الوطن.